تفتح ولاية غليزان على الاستثمارات الفلاحية، أو تفتح الولاية على الاستثمارات الفلاحية والصناعية أصبح من الضروري على الجامعات توفير يد عاملة مؤهلة وفتح الباب أمام الشباب لتجسيد أفكارهم. التفاصيل مع حمزة زروقي ونجمة بوكرش. مع حجم الاستثمارات الهامة التي أصبحت تشهدها ولاية غليزان، ومع الطلب الكبير لمناصب الشغل المؤهلة، أصبح من الضروري على الجامعات أن تمد سوق الشغل والقطاع الصناعي والفلاحي يد عاملة مؤهلة وإطارات وكفاءات تساعد على ديمومة الاستثمار المحلي. لابد من الاهتمام بصناعة مستقبل الشباب انطلاقا من المراحل العمرية الأولى لبناء كفاءات محترفة، كفاءات عصرية تساهم بدورها بفعالية في بناء الحركية الاقتصادية. المتخرج الجامعي إلى ليس فقط العمل في يعني التفكير في العمل في الإدارة أو في التعليم، وإنما صرف النظر كذلك إلى العمل والاستثمار في الجانب الاقتصادي. أنا باعتقادي أنه اليوم لا يجب فقط أن نوفر على مناصب شغل، وإنما يجب أن نوفر الكفاءات. تفعيل برنامج تكويني خاص في مجال المقاولاتية بالتنسيق مع دار المقاولاتية من شأنه توفير اليد العاملة وفتح الباب أمام الشباب لتجسيد أفكارهم بالميدان. غرس الروح المقاولاتية في الوسط الطلابي وانتقاء الكفاءات الراغبة في إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها قبليا، مرافقتها على مدار سنة إلى حين تخرجهم. تفتح ولاية غليزان على الاستثمارات الفلاحية والصناعية يتلزم تطوير الآليات التكوينية للتوفيق بين الإمكانيات التكنولوجية والمعارف النظرية لتطوير العلاقة بين الجامعة والاستثمار.